وقدرت اقنع الراجل الضابط والرؤساء بتوعه ان اللي قالته البت دي كله ضديات وغل مش اكتر. ايوه، بس ايه اللي يخلي ورده تتهمنا اتهام زي ده؟ انا عارف انت بتفكر في ايه، ولعلمك كل اللي بتفكر فيه صح. معقول؟ معقول قوي. اسمع بقى فتحي، انت خلاص كبرت وبقيت راجل، وكان لازم يجي اليوم اللي تعرف فيه كل حاجة وتعرف ابوك بيشتغل ايه. فانا مدام فتحت لك قلبي بقى، لازم تعرف ان انت في الاول هتشتغل معايا، وبعد كده هتشتغل لوحدك. بص يا ابني بقى، أنا لو أنت فهم إن العز والخيلمان اللي عايشين فيه أنت وإخواتك وجوازهم والناس دي جاي من تجارة الخشب وبس. هي تجارة حلوة أه، مفيهاش حاجة، بس إحنا ربنا كرمنا من سكة تانية كمان. هو هتفتكر إن أبوك بدأ من الأول زي ما أنت شايفه كده، معلم كبير له كلمة وله شنة ورنة؟ لا لا يا ابني، ده أنا بديت صبي صغير أوي، صبي صغير عند معلم المعلمين الكبار اللي كانوا بيشتغلوا بالصنف، وشدت حيلي كنت ناصح لغاية ما كبرت، شدت حيلي وشدت معايا برعي وخليته دراع اليمين، وفضلت ورا الحكاية يوم بيوم وساعة بساعة لغاية ما بقيت إبراهيم العقاد، أكبر تاجر صنف في بره مصر كله. تاجر مخدرات؟ سيبك من الأسامي، هو كل بني آدم في الدنيا، أي بني آدم لازم يبقى له مهنة يعرف أسرارها ويدافع عنها. وبعدين لعلمك انا طول عمري ما اشتغلتش غير في الحشيش، الحشيش وبس، لان انا مصدق وربنا مدخل جوايا قناعه ان الحشيش ده نبات ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقه.